عليكم السلام. طيب اتمنى حضراتكم تكونوا بخير ان شاء الله. شباب انت خدتوا لحد فين في المحاضره مع الدكتور بيتي؟ في البولر. يا شباب حد متابع المحاضره؟ البولر في الدبل انتجريشن، والمحاضره اللي بعدها تبقى الابلكيشن اوف دبل انتجريشن. طيب ماشي. طب انتوا ذاكرتوا البولر؟ كنا بعتنا سيكشن يوم الخميس البولر، مش من سمر بعت له سيكشن بولر. والامتحان كان امتى؟ من الترم كان امتى؟ كان الثلاث. كان الثلاث. باشمهندس عمرو يا شباب كان بعت لكم صح يا فارس فيديو عن البولر يوم الخميس. اه يا باشمهندس. طيب ماشي، احنا النهارده يا شباب هنتكلم عن الابلكيشن بتاعت الدبل انتجر. باشمهندس حضرتك لسه بادئ ولا فاتني حبه؟ لا لا انا لسه هبدا. تمام. باشمهندس اتفضل. هو الفيديوز اللي هي متسجله بتاعت الباشمهندس عمرو اللي بعت يوم الخميس دي كان فيها امثله غريبه كده، يعني مش شبيهه قوي بتاعت الدكتور اللي هي في المحاضره. في ايه؟ درس ايه؟ بولر يعني ولا فين ولا؟ اه اه كانت امثله اللي هي بتاعت التجزئه والكلام ده. بتاعت الايه؟ اللي هو بنجزأ الانتجريشن. يعني هو صعب يجي السؤال دوت. هو كان بيحل معانا، كان مديكوا ثلاثة انتجريشن جنب بعض وبعدين يتحول لانتجريشن واحد صح؟ اه اه كانت امثلة زي كده في الفيديوز اللي كان متسجل. بص يا جماعة، أنا عارف إن الميد تيرم في ناس جابت درجات ما كانتش متوقعة إنها تجيبها، كانت متوقعة تأدي أحسن. هو الامتحان ما كانش صعب، لو في فكرة يبقى في فكرة أو اتنين بالكتير، بس غالبا حضراتكم ما بتحلوش بايديكم كتير، فعشان كده هي المشكله كانت هنا. بس مش عايز الناس تفقد الامل، الناس اللي جايبه درجات وحشه. يعني انا من خبرتي وكده ان طالما الميد ترم كده درجات مش كويسه فيه، يبقى ان شاء الله الفاينل هيبقى كويس، بس برضو محتاج انك تذاكر. يعني ان شاء الله الفاينل شايف هيبقى كويس جدا، والكويز حتى، بس محتاج ان حضرتك تذاكر عشان تعرف تحل. الناس ما تقلقش، يعني عادي لو درجات الميد ترم ما كانتش ايه زي ما انتم متوقعين. طب بصوا يا شباب، هنتكلم بقى النهارده على الابلكيشن وهحل لكم اي مسائل انتم عايزينها. بصوا يا شباب، الحقيقه يمكن اشهر ابلكيشن للدبل انتجرال اللي انا بستخدمه لحساب الفوليوم. يعني بص كده يا شباب، لو جيت قلت لك فاين ذا فوليوم باوندد باي زد ايكوال 1 اند زد ايكوال اكس سكوير زد واي سكوير. بص يا شباب، دايما خطوات حل مساله الفوليوم يبقى لها خطوات لوحدها كده، انك اول خطوه تحاول تسكتش 3 دي. مش انت بتحسب فوليوم يبقى اكيد في رسومات او سيرفيسز في 3 دي، حاول ترسمهم عشان تقدر تحدد فين الفوليوم اللي هو عايزه. اول معادله عندك زد ايكوال اكس سكوير زد واي سكوير. الناس اللي مذاكره الدرس بتاع السيرفيس ان سبيس، حد عارف ده شكل ايه؟ دايره. دايره مين يا عم؟ في زد هو برابولويد. برابولويد. برابولويد ده يا شباب اللي هو الفنجان، كوبايه. طب حد عارف اي فنجان عشان ارسمه؟ محتاج حاجتين. اول حاجه الفيرتكس كام وكام وكام يا شباب؟ 0 0 0 0 0 0. هترسمه حوالين مين يا شباب الفنجان ده؟
او نزيد لفوق ولا لتحت؟ لفوق. لفوق عشان كله بوزيتيف. طب حلو الكلام. تعال نرسم كده فنجان بالشكل ده. طيب بص بقى لغايه دلوقتي الفنجان ده شباب خلي بالك مش اخره الدايره اللي انا رسمها فوق دي بس، لا هو شغال شغال يا شباب، شغال يا شباب لحد ايه؟ لحد بص في زد، شغال لحد الاخر في الزد ماشي، بس عشان كده الفوليوم لحد دلوقتي بانفينيتي جواه، فكان لازم يتقفل من فوق. فهو هيقفل لك من مين يا شباب؟ قال لك هيقفله لك بالزد ايكوال 1، هيقفله يا شباب بحاجه اسمها زد ايكوال 1. طب مين يا شباب زد ايكوال 1؟ حد عارف زد ايكوال 1 ده ايه؟ دي معادله ايه؟ خط في يا عم سي بلين. انا في 3 دي ده بلين يا شباب، بقى 1 يبقى بلين. طب البلين ده سهل ليه؟ لان بيقول لك زد بواحد يعني هيقطع زد في واحد. تخيل انك في ورقه هتقطع زد في واحد، ورقه هتقطع زد في واحد وبرل الاكس واي عشان الاكس واي مش موجوده. الميه فين يا مان؟ وبرل الاكس واي عشان الاكس واي مش موجوده. فانت عشان كده هتيجي لي على اخر دايره كده، اخر دايره شايف فوق كده، وتكتب لي عليها ده زد ايكوال 1. تكتب لي عليها يا شباب ده زد ايكوال 1 ليه؟ لان الورقه هتقطع البارابولويد في دايره، فالدايره دي تعالى نسميها زد ب 1. ايه لازمتها؟ ان هي تقفل لك في الفوليوم. طب فين بقى الفوليوم يا هندسه اللي هو عايز يحسبه؟ هي الفوليوم اللي جوه البارابولويد وتحت مين يا شباب؟ وتحت الزد ب 1 اللي هو اللي انا بعلم عليه ده. حد عنده مشكله في الرسمه دي؟ طيب حلو الكلام. تاني خطوه يا شباب، هات ميه، هات ميه يا مالك. تاني خطوة يا شباب انك تسكتش حاجة اسمها البروجيكشن. ايه البروجيكشن ده يا هندسة؟ ما بيقول لك لأي فوليوم في الدنيا أكيد ليه بروجيكشن في أي بلين، يا إما في الإكس واي بلين أو الواي زد أو الإكس زد. طيب الحقيقة تسقط في أي حاجة أنت عايزها، الحقيقة تسقط في أي حاجة أنت عايزها صح، يعني أنت سقطت في الإكس واي صح، الواي زد، أي حاجة. ماشي؟ بس إحنا بنفضل دايماً نفكر في الإكس واي الأول. طب وخلي بالك هنا لو أنت حتى مش راسم رسمة 3 دي هتعرف ان تسقيت في الاكس واي ازاي، لان بص كده معادله البارابولويد ديت، معادله البارابولويد ديت الفنجان ده شاب الاكسيس بتاعه زد، الاكسيس بتاعه زد يعني محور الحجم او الاكسيس بتاع الفوليوم زد، فعشان كده سقط في الاكس واي. والله لو لقيت محور الحجم اكس يبقى سقط في الواي زد، لو لقيت الاكسيس بتاع الفوليوم، لو لقيت الاكسيس بتاع الفوليوم واي يبقى سقط في الاكس زد اند سو. فعشان كده انا هسقط في الاكس واي. حد عارف يا شباب الشكل دوت اللي انا رسمه ده لما ينزل في الاكس واي الفوليوم ده لما انا اضغطه، تخيل انك هتضغطه كده يا شباب هينزل ايه؟ سيركل. هينزل سيركل. فانا عارف لو ينزل سيركل، عايز اعرف معادله السيركل ديت. الحقيقه سهله جدا حتى لو انت مش راسم، بيقول لك انت هتنزل اي معادله في اكس واي، اي معادله انا مديها لك في اكس واي لوحدها نزلها. والله لو لقيت معادلتين فيهم زد حلهم مع بعض، لو لقيت معادلين ان بنزل في الاكس واي فلازم زد تختفي في الميه مان. لو معادلتين يا شباب فيهم زد حط فيهم الزد فيهم بواحد، او احلهم مع بعض يعني شايف هشيل الزد واكتب واحد. فدي معادله مين يا شباب؟ زي ما انت قلت لي من شويه دي السيركل اللي احنا كنا متوقعين اللي هي تنزل. والريدس بتاعها كام يا شباب؟ السنتر بتاعها 0 0 والريدس بتاعها بواحد. فده يا شباب البروجيكشن بتاع الجول. حلو الكلام. ثالث خطوه بقى هو عايز يحسب ايه يا هندسه؟ هو عايز يحسب فوليوم. ففي قانون الحقيقه في الفوليوم يوزم بالدبل، الفوليوم بيساوي دبل انتجرال حاجه دي اريا. مين الحاجه دي بقى؟ ركز في الاول. والله الحاجه دي على حسب انت مسقط في مين. حضرتك يا هندسه مسقط في الاكس واي، يبقى الهايت بالنسبه لي هو الزد، فتقول زد 2 ناقص زد 1. تاني لو مسقط في الاكس واي يبقى زد 2 ناقص زد 1. ان زد 2 ناقص زد 1 ده يبقى هو الارتفاع، والاريا في الاكس واي يبقى انت كده جبت الفوليوم بتاعك. والله لو مسقط في الواي زد يبقى اكس 2 ناقص اكس 1، مسقط في الاكس زد يبقى واي 2 ناقص واي 1. حلو الكلام. زد 2 مين زد 2 يا شباب؟ انت عندك معادلتين فيهم زد. ركز معايا في الاول. انت الحقيقه لو عايز تعرفها هو الصح انك تعرفها من الرسمه. هو ده الصح. رسم 3 دي عشان تعرف ان زد 2 وزد 1. هترسم لي شريحه بارل للزد،
شريحة موازية للزد. حلو الكلام. طيب الشريحة دي من تحت لمسة في مين؟ من تحت لمسة في البارابولويد. ما حدش يقول لي لمسة في الأورج، بتاع في البارابولويد. الزد بتاعته بكام؟ بيكس سكوير زائد واي سكوير. طب من فوق لمسة في مين يا هندسة؟ الزد بواحد. الدائرة اللي فوق الزد بتاعتها بكام؟ بواحد البلين يعني. فعشان كده أعلى حاجة فوق هي زد 2، فعشان كده زد 2 هنا هتبقى 1 ناقص زد 1 هي اكس سكوير زائد واي سكوير. وهنا دي اريا. ماشي يا شباب؟ عرفت كده كده زد 2 وزد 1؟ أو لو أنت مش راسم كويس أو الرسمة بتاعتك مش قد كده وعايز تعرف مين زد 2 وزد 1، أنت عندك زدين أهم معادلتين فيهم زد. تمام؟ طيب عشان تعرف مين الكبيرة ومين الصغيرة من زد 2 وزد 1 هتعوض بأي نقطة في البروجيكشن. ركز في الكلام. هعوض بأي نقطة في البروجيكشن. هنا أسهل نقطة في البروجيكشن هي كام وكام؟ هي 0 0. فتعوض هنا على الإكس ب 0. فتعوض هنا على الواي ب 0. هتعوض بالأسهل نقطة في البروجيكشن اللي هي أنا مثلا 0 0 في المعادلتين. فلما تعوض أول معادلة هتديك إن زد ب 0 لكن الثانية زد ب 1. فالكبيرة هي مين يا هندسة؟ الكبيرة هي زد. فزد ب 1 دي زد 2 لكن زد ب إكس سكوير زد واي سكوير زد 1. ناس فهمت يا شباب عرفتها ازاي؟ طب حلو الكلام. طب ادي 1 ناقص اكس سكوير زائد واي سكوير. الدي اريا بقى حضرتك هتكرر بقى. الدي اريا عندك في الدبل انتجرال ثلاث حاجات، يا اما دي اكس دي واي او دي واي دي اكس او ار دي ار دي سيتا. ده بولر يعني. حد عارف امتى استخدم ار دي ار دي سيتا؟ في السيركل. زي ما زميلك بيقول كده يا شباب، لو الاريا اللي انا شغال عليها الاريا بقى اللي هنا اللي هي البروجيكشن، الاريا اللي انا شغال عليها سيركل او بارت اوف سيركل، لو الاريا اللي انا شغال عليها سيركل او بارت اوف سيركل ساعتها حضرتك هتشتغل بولر. فهي فعلا هنا سيركل، فعشان كده هكتب حاجه اسمها ار دي ار دي سي دي اللي مكان الدي اكس والدي واي يا شباب عشان اللي ما يعرفش بولر. ماشي؟ بتتباع كده على بعضها اسمها ار دي ار دي سي. طيب ركز معايا بقى وانا بكتب الار والسيتا اللي مس بتاعها من كام لكام. دايما يا شباب الشريحه في البولر، دايما حضرتك الشريحه في البولر مش بتاخدها فيرتيكال او هوريزونتال، لا بتاخدها انكلايند مايله كده يعني عامل زي السيكل كده يا شباب. طيب ركز بقى معايا، اسال نفسك هل الاورجن معاك في الاريا؟ فعشان كده الار هنا عند حضرتك يبدا من زيرو. طيب لحد اخر حاجه لمسه فيها الشريحه دي لمسه في مين؟ في السيركت اللي مسنطره عند 0 0 اللي الريدس بتاعها بواحد. الريدس هنا هو الار، فعشان كده الار من 0 لحد 1. حد عنده مشكله جبت الليمتس بتاعه الار ازاي؟ ممكن حضرتك تقولها تاني بس معلش؟ من 0 عارف واحد عايز اعرف باخد شريحه دايما في ادام هي بولر ادام نوت مثلا ادام سيركل او برضه سيركل بتاخد شريحه مايله بالشكل ده. تبدا من الاورجن لحد اخر الاريا. طب هل الاورجن معاك في الاريا؟ فعشان كده هتقول له الار تبدا من زيرو. حلو الكلام. طب لحد اخر حاجه، اخر حاجه لسه في مين؟ في السيركت. مالي مالي مش هروح حضانه الساعه 3. طب اخر حاجه لسه في مين يا شباب؟ الدايره الار بتاعتها بكام؟ الار بواحد، فعشان كده قلت من 0 1. طب السيتا بقى من كام لكام؟ ركز معايا، السيتا دايما المفروض تبدا تقيسها من اول اكس اكسس بوزيتيف وتبدا تلف انت كلوك وايز. الاكس اكسس بوزيتيف معاك في الاريا؟ فعشان كده السيتا تبدا من 0 عادي. طب لحد كام؟ هل هتلف لفه كامله عشان يعني بص كده اهي. طب الف اهو، لفه كامله لفه كامله يبقى من 0 ل2 بار. طب ركز في الاول، والله لو كانت بس في الربع الاولاني، لو كانت بس الاريا في الربع الاولاني ربع دايره بس يبقى من 0 كام يا شباب؟ اطلع ضيع اللي سمعني. خد الاسكوتر معاك يا مالك يلا. يبقى من 0 الباي على الاثنين. طب لو نص دايره اللي فوق يا شباب يبقى من كام لكام؟ من 0 الباي. يبقى من 0 الباي، لو نص دايره اللي فوق من 0 باي اند سو اون. فهمتني؟ طيب كده خلاص كتبت الليميت الصح. ناقصك بس يا هندسه انك تحل الانتجريشن ده. طبعا طالما الانتجريشن فيه ار وسيتا ما ينفعش يبقى فيه اكس وواي.
حد عارف اعمل ايه في الاكس والواي ديت اللي اكس سكوير زائد واي سكوير؟ هقعد بيها بار تربيع بالظبط، هتحولها بقى لعلاقتها في البولر. ايه علاقتها في البولر؟ الاكس لوحدها بار كوزين ثيتا، لو عندك اكس هتشيلها تكتب مكانها ار كوزين ثيتا، والله عندك واي هتشيلها تكتب مكانها ار ساين ثيتا، لكن لو عندك اكس سكوير زائد واي سكوير دي على طول بار سكوير. فعشان كده شبه لو شلت الاكس سكوير زائد واي سكوير وكانت مكانها ار سكوير. طب الانتجريشن خلي بالك بقى سهل، ممكن تعمل انتجريشن بالنسبه لار بعد كده تعوض بالار وبالنسبه لثيتا وبعد كده تعوض بثيتا. بس في حاجه عايز اعلمها لك ويا ريت تتعلمها بعد اذنك، انك الحقيقه بيقول لك الدبل انتجرال او حتى التريبل اللي هناخده كمان شويه او المره الجايه، ان ممكن تحول الاثنين انتجريشن مضروبين في بعض. الدبل او التريبل ممكن يتحول كذا سنجل انتجريشن مضروبين في بعض، بس بشرطين. لازم يا شباب الليمتس تبقى كونستنت، ركز في الكلام، لازم الليمتس تبقى ارقام، وهي هنا ارقام الحمد لله. وتاني حاجه ما بقاش في بلس وماينس من الفاريبلز، يعني ما بقاش مثلا في ار زائد ثيتا كوزين ثيتا زائد ار سكوير، لا هنا الحمد لله المساله بتاعتنا ما فيهاش الار بس ما فيهاش ثيتا، فعشان كده ينفع. يعني هتبقى من 0 2 باي اي حاجه فيها ثيتا دي ثيتا مضروبه انتجريشن من 0 ل 1 ار في 1 ناقص ار سكوير، وادخل ار دي جوه رايح دماغي يبقى ار ناقص ار تكعيب، وهنا دي ار على طول. كده حولتهم انتجريشن اثنين انتجريشن مضروبين في بعض. اقولها تاني، امتى ينفع احول الدبل لاثنين انتجريشن مضروبين في بعض؟ لو الليمتس كونستنت، تاني حاجه لو مفيش بلس وماينس بين الفاريبلز. ماشي يا شباب؟ طيب تعالى بقى بص، كل انتجريشن لوحده سهل كده، انتجريشن واحد بثيتا وتعوض بالفوق ماينس اللي تحت يبقى 2 باي ناقص 0. دايما يا شباب طالما مفيش داله انتجريشن جوه يبقى اطرح اللي فوق ناقص اللي تحت وخلاص من الليمتس. طب وانا انتجريشن ار بار سكوير على الاثنين، والار كيوب ار 4 على 4، وهنا من 0 ل 1 وتعوض بالفوق ماينس اللي تحت وكده خلاص. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب مسألة كمان يا شباب على الفوليوم. Find the volume bounded by بابا انا ممكن عشان تروح الدكتور. بس تروح الدكتور. طيب بص يا شباب، فاينز فوليوم باوندد باي زد ايكوال اكس سكوير وزد ب 9 واي ب 0 واي ب 4. مسائل الفوليوم، اول حاجه حاول تسكتش 3 دي على قد ما تقدر. مين اول واحد عندك يا هندسه؟ زد ب اكس سكوير اللي بيسلمك. حد عارف رسمه ايه يا شباب زد ايكوال اكس سكوير؟ برابل. برابل مين يا عم الحاج؟ سلندر. سلندر يا جدعان انا في 3 دي. سلندر كنت ترسمها ازاي؟ كنت تقول حاجتين. الاكسس بتاعها هو مين؟ حد عارف السلندر دي الاكسس بتاعها هو مين؟ واي عشان واي ابسنت. طب الكروس سكشن بتاعها عباره عن ايه؟ يعني هل مقطعها دايره، مقطعها برابلة، مقطعها اليبس كده؟ برابلة مقطعها دايره عشان واحد عليه سطور والثاني مش عليه. فانت ترسم اول برابلة عادي في الاكس زد بلين. البرابلة دي هترسم حوالين مين يا شباب؟ حوالين الزد لفوق. اشمعنى هندسه الزد؟ عشان الزد مش على سكوير. حلو الكلام. طيب بس هي مش برابلة هندسة، هي سلندر، فعشان كده انا اشدها بارل لمين يا شباب؟ واي اكس.
للوال عشان كده هو بالشكل ده شويه ماشي. طب السلندر دي خلي بالك شغاله من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي في الوال فعشان كده الفوليوم جواها بانفينيتي. هو هيقفلها لك هيقفلك مين يا شباب؟ واي بزيرو. حد عارف مين واي بزيرو؟ ده مين؟ الاكس اكسس. انا عارف والله اللي هيتقال كده. حد يقول الاكس اكسس انا في 3 دي. واي بزيرو ده مين يا شباب؟ الاكس زد ليه؟ ثاني واي بزيرو الاكس زد بلين اكس بزيرو الواي زد بلين زد بزيرو الاكس واي بلين. فعشان كده هو قافلها لك يعني بيقول لك اخرها الواي بزيرو اخرك هنا هندسه تعمل عليه دوت هو الواي بزيرو. الاكس زد بلين مقفوله بالاكس زد بلين مقفوله من الجنب بالاكس زد بلين. طيب مقفوله من الاخر هندسه بواي ايكوال 4. حد عارف ده مين واي ايكوال 4؟ حد يقول لي لاين او خط. ده بلين بيقطع الواي في 4 بيقطع الواي في 4 وبرل الاكس زد اللي هي مش موجوده. فعشان كده تيجي لي على اخر حاجه وتكتب لي عليها دي الواي في 4 يا هندسه. ماشي؟ طيب من فوق عايزه تقفل لان المفروض السلندر شغاله فوق في الزد لحد انفينيتي. فيقفلها لك من فوق بزد ب 9. حد عارف مين زد ب 9؟ ده بلين بيقطع زد في مين يا شباب؟ بيقطع زد في 9. يعني النقطه دي مثلا 9. فين الفوليوم بقى هندسه؟ الفوليوم هو اللي جوه ده. ماشي شباب؟ طيب تاني خطوه قلت لك بعد ما ترسم سكتش البروجيكشن. حد عارف ممكن انزل في مين هنا يا شباب؟ قلت لك نزل في اللي انت عايزه. حد عارف لو انا نزلت في الاكس واي بلين هينزل ايه؟ لو انا نزلت في الاكس واي بلين هينزل ايه؟ تخيل كده الرسمه دي لو حطها في الاكس واي بلين. لو ضغطت طب مستطيل مستطيل هتنزل ريكتانجل يا شباب مستطيل. طب لو نزلتها يا شباب في الاكس زد بلين هتنزل ايه؟ البارابولا. ماشي فسقطها في اللي انت عايزه. بس تعال المره دي نسقط في الاكس ايه؟ هنسقط المره دي مثلا في الاكس زد. طيب لو انت مش باصص للرسمه وعايز تنزل في الاكس زد هتكتب المعادله ازاي؟ اول حاجه هتنزل لي اي معادله فيها زد واكس اهي. اول واحده زد ايكوال اكس سكوير نزلها اي معادله فيها زد واكس لوحدها نزلها ماشي فيها زد بيساوي 9 اهي. لكن المعادلات اللي فيها واي لو عندك معادلتين فيهم واي حلهم مع بعض. عندي معادله واحده بس فيها واي حط فيها الواي بزيرو. طبعا انت عشان تحل معادلتين مع بعض واي بزيرو واي باربعه يعني 4 بتساوي زيرو. هل ينفع 4 بتساوي زيرو؟ طبعا مفيش الكلام ده. فالمعادله دي مالهاش لازمه. هي المعادلتين اللي عندك زد اكس سكوير وزد ب 9. يعني نرسم كده شايف الاكس زد البروجيكشن زد باكس سكوير دي رسمه ايه؟ في 2 دي رسمه ايه؟ برابولا. برابولا حوالين الزد. طب زد ب 9 يا شباب ده رسمه ايه؟ في 2 دي اسمه لاين لكن في 3 دي اسمه بلين. فده لاين لاين بيقطع زد ب 9 اهو. فين الاريا يا شباب؟ هي دي هي دي البروجيكشن اللي انت كنت متوقع ان هي تنزل في الاكس. ثالث خطوه بقى احسب الفوليوم. حد يقول لي بقى قانون الفوليوم بقى الناس اللي ركزت في المساله اللي فاتت. قلت لك دبل انتجرال حاجه دي اريا. حد عارف جوه هكتب مين؟ زد 2 ناقص زد 1 ولا اكس 2 ناقص اكس 1 ولا واي 2 ناقص واي 1؟ زد 2 ناقص زد 1 يا عم. هو ايه زد مين يا جدعان؟ طب صاص في مين يا هندسه؟ واي 2 ناقص واي 1 بالظبط. قلت لك على حسب انت مسقط فين. مش كل مره ثابت. انت سقطت في الاكس زد يبقى الهايت بالنسبه لي او الارتفاع بالنسبه لي هو الواي فواي 2 ناقص واي 1. واحدة واحدة مين واي 2 واي 1؟ عندك حاجة من الاثنين يا اما تروح على رسم 3 دي او تروح على المعادلات. انت عندك واين اهم واي بزيرو واي باربعة. مين الكبيرة؟ زيرو ولا الأربعة؟ أربعة يبقى 4 ناقص زيرو. ماشي؟ لو عايز تجيبها من رسم 3 دي سهلة. قلت لك ترسم شريحة عايز تعرف مين واي 2 واي 1 تروح على رسم 3 دي ترسم لي شريحة. انت عايز تعرف الواي من كام لكام؟ واي 2 مين واي 1 مين؟ بترسم لي الشريحة هنا ببر اللي مين يا هندسة؟ ببر الواي اللي ورا ده الصغير اللي على الشمال ده الصغير اللي هو واي بيساوي زيرو واللي على اليمين دوت اللي على اليمين ده اللي على يمينك يمين الشريحة نفس اتنين واي باربعة. عشان كده قلت أربعة ناقص زيرو. طب الدي اريا بقى هتبقى مين يا شباب؟ الدي اريا بقى حاجة من التلاتة. لا إما هنا عشان تفصلت في الاكس زد فتقول لي يا اما دي اكس دي زد او دي زد دي اكس او ار دي ار دي سيتا. هل ينفع هنا يا شباب ار دي ار دي سيتا؟ امتى استخدم ار دي ار دي سيتا؟ البولر السيركل
هل دي سيركل يا شاب؟ هل دي سيركل؟ لا دي بقرب لها الناس، دي مش سيركل. فعشان كده حضرتك هنا مش هشتغل بولر، هنا تعمل ايه هندسه؟ لا لا، اما اخد شريحه فيرتيكال او هورزونتال. طب تعالى نفتكر مع بعض يا شباب، لو انا واخد شريحه فيرتيكال يبقى اكتبها دي اكس دي زد ولا دي زد دي اكس؟ كنت محفظها لك ازاي؟ حد فاكر؟ دي زد شمال. كنت بقول لك شوفها بار لمين، هي بار لمين هنا يا شباب؟ دي زد. بقول دي زد دي اكس. والله لو واحد عايز ياخدها هورزونتال برضه صح، بس هنا الاسهل فيرتيكال. الزد يا شباب من كام لكام؟ شوف الشريحه لمسه في مين من تحت، لمسه في مين في البرابله. الزد بتاعته بكام؟ باكس سكوير. طب من فوق لمسه في مين؟ بزد بتسعة، يبقى اكتب هنا 9. طب الاكس من كام لكام؟ ارقام من هنا لحد هنا. حد عارف اجيب الاكس دي بكام لكام؟ او اجيبها ازاي؟ سالب 3 ل 3. برافو عليك، حلوا الاثنين مع بعض يا شباب. يعني حل زد ايكوال اكس سكوير مع زد بتسعة اللي هم مع بعض. يعني حل الاثنين دول مع بعض، زد بتسعة وزد ايكوال اكس سكوير. عشان اعرف التقاطع. فتشيل زد وتكتب اكس سكوير 9، يبقى اكس سكوير ايكوال 9، يبقى الاكس بوزيتيف ونيجاتيف 3. فعشان كده الاكس تبقى من نيجاتيف 3 لحد 3. حل بقى الانتجريشن هتلاقيه سهل جدا. دبل انتجرال بالنسبه لزد. ينفع انا يا شباب اقسمهم الاثنين انتجريشن مضروبين في بعض؟ ينفع؟ لا عشان مش كونستانت. برافو عليك هندسه. ان يا شباب هنا الليمتس مش كلها كونستانت. لو الليمتس كلها كونست مفيش بلس وماينس جوه بين الفاريبلز اوزعهم عادي. ممكن دي واحده يا باشمهندس بدايه الاكزامبل؟ ممكن ايه؟ ممكن بدايه الاكزامبل دي واحده. ماشي ثانيه. شكرا. طيب تعالى بقى نخش يا شباب على حاجه اسمها ايه بقى؟ تاني ابلكيشن عندك اللي هو الماس وسنتر اوف ماس. مش عارف يا بابا. بقول لك شايف فايند الماس والسنتر اوف ماس اوف حاجه اسمها هي اسمها لامينا زد بايز ريجون باوندد باي واي ايكوال روت اكس واكس ايكوال واحد واي ايكوال زيرو. مش في هناك مكان في البوابة؟ يا ابني اللي هي بتقف على عيال بس لو وانا جاي ممكن ابقى اجرب معايا ماشي؟ 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 قول لي هتبقى طبعا وانا جاي اختك ماشي؟ انا مش هيك يلا قوم. طيب بص يا شباب هنا تاني ابلكيشن بستخدم فيه الدبل انتجرال اللي انا بجيب حاجه اسمها الماس والسنتر اوف ماس بتاع اي حاجه في ال 2 دي. حد عارف يعني ايه لامينا يا شباب؟ يعني ايه لامينا؟ لامينا يعني ايه يا شباب؟
صفيحه صفيحه لمنه شابع يعني صفيح ماشي. بيقول لك انا عايز الكتله بتاعه صفيحه ومركز الثقل بتاعها ماشي ذات اوكوبايز اللي هي بتشغل ريجن باوندد باي كيرفات دي. اول حاجه يا شباب هتعمل ايه؟ مديك صفيحه بس مش منتظمه متحدده بشويه كيرفات فاكيد غير سمين الصفيحه دي يا شباب. يبقى اول حاجه اقول له سكتش الريجن. فاكرفات مين الريجن ديت فيها واي بروت اكس واكس ب1 واي ب0. طبعا واي بروت اكس لو ما تعرفش ترسم الروت فهتعمل سكويرنج باي سكوير اكس. حد عارف جراس من مين؟ برابلا. رسمت يا شباب ديت برابلا حوالين اكس ولا واي؟ اكس اكس. بس خلي بالك انا ارسمها نص واحد بس اعتقد كلكم عارفين ليه. عشان روت. عشان في روت بالظبط. طب اكس ايكوال 1 دي رسمه يا شباب؟ رسمه لاين بيقطع الاكس في 1. حلو الكلام. طيب واي بي 0 ده مين يا شباب؟ اكس اكس. اكس الاكس اكسس ايه دي يا شباب؟ ماشي. طيب مع مساله الماس وسنتر اوف ماس دايما هديك حاجه اسمها دينستي. الدينستي بقى نوعين المسائل. لما اديها لك صريحه كده زي المساله دي بيقول لك دينستي بايه؟ بوار. فالرو هنا هنسميها رو. الرو في اكس واي هي بوار. لما اديها لك كده تفهمها انت بالكلام بطريقه مباشره زي ما هنشوف كمان شويه في المسائل. فخلينا هنا في مسالتنا الرو مديها لي بوار. تاني حاجه بقى عند حضرتك انك تحسب مين يا شباب؟ شوف بقى عايز اسم مين وعايز اسم ماس المره دي. تعالى نسميها ام. الام ده قانون دبل انتجرال للرو دي اريا. احفظ القانون ده يا شباب. بص لو عايز ناس بتقول لك هو جاي منين او افكرك كده، مش انت فاكر يا شباب ان الرو دايما الدينستي فاكرين انك خدتها في الفيزيكس ماس على مين؟ على فوليوم. ماس على فوليوم صح؟ طيب يبقى انا لو عايز الماس كروس مالتيبلكيشن كده طرفين فوق سطين يبقى الماس رو في. طب اللي احنا شغالين عليها صفيحه مالهاش فوليوم، هي 2 دي مالهاش سيكنس. فعشان كده مكان الفوليوم هيبقى في مين يا شباب هنا؟ اريا. كان الفوليوم هنا عشان 2 دي هتبقى اريا. فروف اريا حيث الرو ديت هي كيلو جرام بير يونت اريا. عشان دي صفيحه. طب المشكله هنا ان الرو عندك مش رقم مش ثابت هي واي. تاني حاجه الاريا مش ريجولر مش معروفه المساحه بكام. مش مثلث فانت حافظ له قانون مش سيركل. فاهمني؟ فعشان كده انت لازم تقسمها حتت صغيره جدا بتسمي الحته دي اسمها دي اريا وتعمل تضربها في الرو وساعتها تجمع الاكس والواي. فعشان كده استخدم دبل انتجرال. فعشان كده هو ده القانون بتاع الماس في الاخر احفظه خلاص. الماس بيساوي دبل انتجرال للرو دي اريا. ماشي يا جماعه؟ طيب الرو عند حضرتك بواي عوض عنها. الدي اريا بقى عندك حاجه من الثلاثه يا اما لإما دي اكس دي واي هندسه لإما دي واي دي اكس لإما ار دي ار دي سيتا. امتى يا شباب بستخدم ار دي ار دي سيتا؟ قلت لك اقولها تاني. امتى بستخدم ار دي ار دي سيتا؟ لو في سيركل. لو الاريا سيركل او بارت اوف سيركل. ما انت ما عندكش سيركل الحقيقه ده برابلا. فعشان كده انا مش هستخدم ار دي ار دي سيتا. لإما دي اكس دي واي او دي واي دي اكس على حسب ايه هندسه؟ على حسب ما حضرتك عايز تاخد الشريحه. بمعنى لو انا خدتها مثلا فيرتيكال بالشكل دوت يبقى اكتبها يا شباب دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس؟ دي واي دي اكس. طب الواي من كام لكام يا شباب؟ واي من 0 لجذر الاكس. بالظبط الواي تحت من اكس اكس من 0 لحد فوق لجذر اكس. طب الاكس من كام لكام يا شباب؟ من 0 لواحد. من 0 لواحد. اليمين دايما اول علامه يبقى من 0 لواحد. تحولت معاك مساله كلاميه لمساله دبل انتجرال. هتحلها بقى بسهوله اعتقد هتعرف تحلها. يعني هتقول من 0 ل 1 تجريش الواي بالنسبه للواي واي سكوير ده على الاثنين وتعوض بالليمتس من 0 لاكس وهنا دي اكس. واحد على الاثنين ده بره واعوض باللي فوق ماينس اللي تحت هيبقى اكس ماينس 0. انتجريشن الاكس من روت اكس سكوير ده باكس على طول يا شباب. تجريش الاكس باكس سكوير على الاثنين
وهنا من 0 ل 1 معلش يا شباب سكوير على 2 يبقى 1 على 4 ده كده الماس بتاعت الصفيحه دي ماشي يا جماعه. طب ده الماس في حاجه اسمها السنتر اوف ماس. يعني ايه سنتر اوف ماس يا شباب؟ يعني ايه سنتر اوف ماس؟ يعني مركز الثقل بتاع الصفيحه ديت، مركز الثقل بتاعها فين مكانه؟ فتعالى نسمي ان مركز ثقل اي صفيحه او اي شكل في ال 2D تعالى نسميه اكس بار واي بار. موقع شاب بتاع مركز الثقل بتاع اي صفيحه تعالى نسميه اكس بار واي بار. يعني مركز الثقل مثلا هنا اكس بار واي بار. طب محتاج تعرف الاكس بار بكام والواي بار بكام، هو قانون برضو في الاخر. انا بحفظه ازاي؟ بقول لهم يا شباب اللي هو زي قانون الماس، يعني رو اكس واي دي اريا، بس عشان بحسب اكس بار بتزود لي هنا اكس، وعشان انا لسه جايب الماس من شويه فعشان كده في بره واحد على الماس. هو ده القانون. يبقى قانون الاكس بار المفروض حضرتك تحفظه، واحد على الام دبل انتجرال اكس في رو دي اريا. اللي فهم يقول لي الواي بار هتساوي ايه؟ واحد على الام هضرب واي بس بالظبط دبل انتجرال، يبقى بس الفرق هنا اللي هو واي، يعني رو دي اريا في واي. بص بقى طالما حسبت الماس، حساب السنتر في الماس ده سهل جدا. بمعنى ايه هندسه؟ ولا محتاج تفكير. يعني واحد على الام يشوف الام جبتها بكام؟ بربع. حلو الكلام. دبل انتجرال ادي اكس، الرو عندك بكام؟ بواي. الدي اريا ريح دماغك بقى، اللي عملته عشان كده انت بس هتتعب في قانون الماس، اللي عملته في قانون الماس نفسه بالظبط هتنزله، يعني نفس الترتيب، يعني من غير ما تبص على الرسم، يعني بواي دي اكس الليمتس من 0 للجذر اكس بنقلها من المساله عشان من فوق قانون الماس من 0 ل 1 يعني كده خلاص. نفس الليمتس بنفس الترتيب نزله في السنتر اوف ماس وريح دماغك. طب اللي فهم يقول لي هنا برضو نفس الكلام، واي بار 1 على ام يبقى 1 على ربع، دبل انتجرال الواي وعندك الروب واي دي اريا، دي اريا مين؟ على حسب ما انا خدتها في الام دي واي دي اكس، والترتيب من 0 روت اكس من 0 ل 1. واعمل انتجريشن وهيطلع هنا رقم وهيطلع هنا رقم، هي دي مركز السنتر اوف ماس. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طب حلو الكلام، ناخد واحده كمان. بص يا شباب تاني مسألة، بقول لك يا شباب تاني مسألة، find the mass of center of mass of lamina that occupies part of disk x square زائد y square less than equal 1 in first squared. بيقول لك لو الدنستي مش عارف شوية كلام كده، فأنا قلت لك أول خطوة في مسألة الماس center of mass إنك سكتش الصفيحة أو المنطقة اللي أنت شغال عليها. الصفيحة بيقول لك اللي هي تشغل زي ديسك اللي هو اكس سكوير زائد واي سكوير اقل من واحد. طبعا اكس سكوير زائد واي سكوير هو واحد، دي سيركل الرز بتاعها بواحد. ليه لازمتها؟ بيقول لك اقل من او اصغر من ديت عشان يقول لك المنطقه اللي جوه اكيد، يعني اللي اصغر من واحد اكيد، لان هي مش السيركل، الصفيحه مش السيركل ذات نفسها، هي السيركل باللي جوه السيركل. طيب انا رسمتها بس ربع سيركل، حد عارف ليه؟ لان ايه اللي هي يا شباب؟ فيرست كواد. قال لك في المساله هندسه فيرست كواد عشان كده رسمتها ربع دايره. حلو الكلام. طيب تاني حاجه بقى قبل ما تحسب قانون الماس، شوف الدنس بقى هل مديها لك صريحه ولا مديها لك بالبق؟ لا مديها لي بالبق. ازاي هندسه؟ بيقول لك ان الدنستي بتاع اي نقطه كثافه شويه بتاعه اي نقطه از بروبوشنال مع اتس ديستانس فروم الاكس اكسس واحده واحده. يعني الرو تكتب هنا الرو في اكس وواي، بروبوشنال هتكتب علامه البروبوشنال علامه التناسب يا شباب، كلكم عارفين انا عامل التناسب مع مين بقى؟ ركز في الكلام. بعد كلمه بروبوشنال بيقول لك ويز
it's a distance from the x-axis. يعني بيقول لك اي نقطه هنا يا شباب، اي نقطه، اي نقطه جوه الصفيحه ديت الدنس بتاعتها بروبوشنال مع بعد النقطه ديت عن الاكس اكسس. طب ان جنرال يا شباب، ان جنرال بعد اي نقطه على الاكس اكسس اسمه ايه؟ واي. ليه هندسه واي؟ لانك اي نقطه هندسه بتمشيها ازاي؟ اي نقطه بمشيها ازاي؟ بمشي يمين اكس واطلع فوق واي. فبعد النقطه، بعد اي نقطه عن الاكس اكسس البعد الراسي دوت اسمه واي دايما. لكن لو كنت بقول لك بعدها عن الواي اكسس يبقى مين يا شباب؟ يبقى اكس. تمام، الاكس دايما العكس، دايما العكس يا شباب. ماشي، فعشان كده الرو هتتناسب مع الواي، لان قال لك بعدها عن الاكس اكسس يبقى مع الواي. طب حد فاكر كنت بشيل ازاي علامه التناسب؟ لو عايز اشيل العلامه دي نحط يساوي، اشيلها اقول يساوي، اقول يساوي واكتب كي اللي هو ثابت، واجيب الاجابه بدلت الكي عادي مش مشكله. طب تعالى نكتب قانون الماس. قانون الماس بيساوي يا شباب زي ما انا كاتبه، الدبل انتجرال للروف دي اريا. دبل انتجرال روف دي اريا، الرو عندك بكيف واي، كده بكيف واي. الدي اريا بقى حاجه من الثلاثه، دي اكس دي واي، دي واي دي اكس، ار دي ار دي سيتا. ايه رايكم هنا يا شباب؟ السيركل هتبقى ار دي ار سيتا، عشان هي برضه في سيركل، عشان هي جزء من دايره في ار دي ار دي سيتا زي ما انا كاتب كده. طب ايه اللي ناقصك يا هندسه؟ تجيب الار والسيتا. طب قلت لك بتاخد في البولر شريحه ازاي؟ مايله سيكتور. هو يا شباب بادئ من الاورجن لو عليه السهم دوت لحد الاخر. حد عارف الار هتبقى من كام لكام؟ 0 ل 1. الاورجن معاك يبقى من 0 لحد اخر حاجه الريز بتاعها ب 1. طب السيتا يا شباب هل من 0 ل 2 باي؟ من 0 ل 2 بالظبط، عشان ربع دايره هتبقى من 0 لحد باي على 2 زي ما انا كاتب كده. حلو الكلام؟ طيب المشكله ما ينفعش يبقى في ار وسيتا وفي واي، فعشان كده انا هشيل الواي واكتب مكانها مين يا شباب؟ اشيل واي واكتب مكانها مين؟ ار ساين سيتا. ار ساين سيتا بالظبط، وكده اكون طلعته بره. طيب فار فار بقت ار سكوير ساين سيتا. فاكرين من شويه لما قلت لكم ممكن الدبل انتجرال تتحول اتنين سنجل انتجريشن مضروبين في بعض، ينفع هنا ولا ما ينفعش؟ ده هينفع احوله اتنين سنجل؟ ينفع. ينفع لان الليمتس كونستنت وما فيش بلس وماينس بين السيتا والار. فعشان كده هتقول انتجريشن من 0 ل 2 ده بتاع السيتا يبقى ساين سيتا دي سيتا، وانتجريشن من 0 ل 1 ار سكوير دي ار. انتجريشن الساين بكوزاين، وانتجريشن الار سكوير بار 3 على 3، وتعوض بهنا وهنا ويطلع لك في الاخر حاجه فيها كي عادي، الماس تطلع انتجمس اوف كي عادي مفيش مشكله. طيب بعد كده يا شباب اروح على الاكس بار. حد عارف قانون الاكس بار؟ حد حفظه؟ واحد على ان دبل انتجريشن الاكس بس، وبعدين بنكمل بقى الاكس دي اريا. طبعا يا شباب حد سجل الفيديو ده ريكورد؟ حد عمل ريكورد؟ شباب بتكلم، في حد عمل ريكورد الفيديو؟ هو بيتعمل له ريكورد. ايوه يا باشمهندس. من دارسها من دلوقتي ولا؟ لا لا من الاول، من الاول. مين اللي بيتكلم، فارس ولا مين؟ لا مش فارس. فارس فين؟ لو الفيديو ده ما بيعملش ريكورد من الاول فارس هم هديله ماينس 4. هو بيتسجل. ايوه بس هو هي الفيديو ده بيتسجل بتنجر فين بالظبط؟ بتقول ايه هندسه؟ الفيديوهات بتاعت حضرتك اللي هي بتتسجل دي بتنزل فين بالظبط؟ والله ما عارف الفيديوهات بتاعتك بتبقى فين يا شباب؟ بنلاقيها على التيمز هنا بعد ما الميتنج يخلص بنلاقي الفيديو. طب انت مش مجمعنا في مكان يعني ولا ايه؟ هو يعني مش على قناه الدفعه. المفروض ان هي بتنزل على اليوتيوب. على قناه الدفعه يعني ولا؟ شوف بقى مع زمايلك هندسه كده المفروض ان هم بينزلوها اكيد في مكان. طيب نكمل يا شباب. ااا آه.
فكده دوت الماس. قلت لك عايز احسب سنتر اوف ماس لو اكس بار واي بار، اكس بار هتساوي 1 على ام، 1 على ام يا شباب، دبل انتجرال اكس فرو دي اريا بس. يعني هو نفس قانون الماس بس هزود اكس جوه وواحد على ام بره. واحد على ام احنا جبناه من شويه على 3، هزود بس اكس هنا. ونفس احلى حاجه بقى قلت لك ايه، انت هتتعب بس في قانون الماس، انت هتتعب في قانون الماس بس اللي عملته في الماس تعمله في الاكس بار واي بار. يعني ايه؟ اخترت الدي اريا ار دارت سيتا، يبقى تركب هنا ار دارت سيتا. الليمتس من 0 1 من 0 4 2 يبقى هنا نفس الليمتس بالظبط. تمام يا شباب؟ وطبعا هنا الواي بار سين سيتا والاكس بار كوساين سيتا. حلو الكلام. طيب ينفع افصله من انتجريشن؟ يبقى من 0 4 2 ده تلم فيه اي حاجه فيها سيتا، سين سيتا كوساين سيتا دي سيتا، ومن 0 1 ده ار كيو. انتجريشن ساين في كوساين تعمل ازاي يا شباب؟ انتجريشن ساين في كوزاين يتعمل ازاي؟ حد عارف ثلاث طرق؟ ده الفانكشن في الديريفاتيف بتاعها صح، يعني ساين ديريفاتيف بتاعها كوزاين، فتبقى ازود باور واحد اسمها الباور جيد. ممكن واحد يقول لك كوزاين ديريفاتيف بتاعها ساين، ازود باور واحد اسمها الباور جيد بس في نيجاتيف. ممكن اضرب جوه في 2 واقسم بره على 2 فتبقى 2 ساين كوزاين، 2 ساين كوزاين ده الدبل انجل بتاع الساين 2 سيتا. خليك في الاسهل، لو زاد البار واحد اسمه البار جديد، حل كل واحد لوحده وقعد باللي فوق ماينس تحت وخلص. طبعا الواي بار نفس القانون، يعني واحد على ام دبل انتجرال بس يبقى فيه واي بس. فساعتها بقى هيقابلك مشكله في انتجريشن، مش مشكله قوي يعني. يعني ايه؟ هيبقى هنا في واي يا شباب وهنا في واي، فواي بار ساين سيتا وواي بار ساين سيتا، يبقى ساين في ساين ساين سكوير وفي ار سكوير. هيقابلك بقى انتجريشن الساين سكوير. حد عارف انتجريشن الساين سكوير ده كان بيتعمل ازاي؟ لو قابلني في انتجريشن ساين سكوير او كوساين سكوير كنت بعمله ازاي؟ هنفك الاول واحد ماينس كوزين 2. عندك حالين، يا اما هاف ساين سكوير تستخدمه وتفك الدبل انجل، هاف 1 ماينس كوزين الدبل انجل كوزين 2 سيتا زي ما انا كاتب كده. تاني ساين سكوير هاف افتح براكت 1 ناقص كوزين 2 سيتا. طب لو كوزين سكوير يا شباب هيفرق عن القانون ده؟ زائد بس، يعني يبقى هاف 1 بلس كوزين 2 سيتا. ساعتها الانتجريشن بسهل الهاف بره وال1 بسيتا، وانتجريشن الكوزاين بساين 2 سيتا، واقسم على الاثنين وعد اللي فوق ماينس بتاعه. طيب في حل ثاني سكوير حد فاكره؟ ولس، قانون ولس اللي خدناه في ماس 1. ده لازم أن تكون حدود التكامل من 0 للبيع على الاثنين. كان في ولس بيقول لك لو عندك انتجريشن من 0 باي على الاثنين، لو عندك انتجريشن من 0 باي على الاثنين ساين باور حاجه او كوزاين باور حاجه، هقدر اجيب لك الاجابه دي على طول. ازاي؟ كنت بمسك، ركز معايا، بمسك الباور واكتبه تحت. يعني الباور هنا 2 اكتب 2 تحت، والله الباور لو 8 اكتب 8 تحت، وابدا انزل 2. يعني مثلا زي ما بقول لك لو 8 يبقى 8 مضروبه في 6 مضروبه في 4 مضروبه في 2 اوف، ما ينفعش اوصل ل 0 ولا نيجاتيف. طب لو هي 8 تحت كنت بكتب فوق يا هندسه، حد فاكر؟ اكتب فوق اطرح 1 7 وابدا انزل 2 برضه، اقول 7 في 5 في 3 في 1. فعشان كده هنا في مسالتنا 2 يبقى اكتب 2 تحت، المفروض انزل 2 هتبقى 0 لا مش هينفع، اقف عند 2. طب فوق يا عم وارث بكتب ايه؟ قلت لك تطرح من باور 1 يبقى 1. انزل ثاني لا هوصل للنيجاتيف ما ينفعش. طب اخر حاجه في ورث كنت بضرب في باي على 2 او 1، حد فاكر؟ تعالج ازاي؟ حسب الباور اود ولا ايفن؟ كان واحد لو اود صح يا باشمهندس؟ لو باي اتنين او واحد، حد فاكر انتوا باي على الاتنين؟ لو الباور ايه يا شباب؟ ايفن. لو الباور اود اضرب في واحد، هنا الباور ايفن ينفع يبقى على الاثنين، وكده الاجابه خلصت. باشمهندس لو سمحت عندي سؤال هنا. طبعا ولس كان شروطه من 0 باي على 2، افرض مش من 0 باي على الاثنين، يعني افرض من 0 باي او من باي ل 4 باي، فاكر؟ اه
هيضرب في 2 وتبقى مزيرو الباقي على لا بص بقى لو هي لمس مش من زيرو بقى 2 بتقعد تحاول ترسم عشان تشوف عندك كام واحده ولس والجوله طب اقول لكم في مساله قدام باشمهندس ماشي سؤال قول هو الخطوه الاخيره دي لو جات لي في سؤال مثلا طول زي ده ممكن اعملها بالآلة على طول ولا لازم اعملها بالخطوات بتاعت اللي هي ماس 1 والحاجات دي ماشي يا عم اعملها بالآلة على طول مش اوكي كده مش عارف انت الدكتور هيطلب لكم امتحان بام اس كيو ولا ايه مش عارف والله انا قصدي لو ريتن يعني لازم الخطوه دي اعملها بخطوات موضحه ولا الخطوات اللي قبل مش تيجي على دي تمام ماشي بس انت تعرف توصل للاول طيب بصوا يا شباب مسألة كمان find الماس of center of mass بتاعت لما نزلت كوبايز سيمي سيركل يعني الصفيحة يا شباب طبعا مش منديك معادلة السيركل ماشي ولا الريدس بتاعها بكام فانت اسهل سيركل تحطها اسهل نص دايرة سيمي سيركل يعني نص دايرة حط السنتر بتاعها 0 0 اكس سكوير زائد واي سكوير ايكوال اي سكوير لاي ده الريديوس خلاص تعملها بقى النص اللي فوق النص اليمين اي نص بقى ده ما حددلكش ماشي والله ممكن مساله ثانيه يحدد لك يقول لك الواي اكبر من 0 فلو قال لك الواي اكبر من 0 يبقى النص اللي فوق اللي تحت ولا اليمين ولا الشمال النص اللي فوق اللي فوق طب لو قال لك اكس اكبر من 0 يبقى النص اليمين طيب فانا رسمت نص دايره اهي يا شباب طب الدنستي الدنستي برضو المره دي مديها بالبوق كده مش مديها لي ساقي مش مديها لي مباشر بيقول لي الدنستي از انفيرسلي بروبوشنال يعني ايه يا شباب انفيرسلي بروبوشنال؟ تناسب عكسي تناسب عكسي يعني هتعمل علامه التناسب وده تناسب عكسي يبقى تقول 1 اوفر لكن لو قال لك بروبوشنال بس من غير انفيرسلي يبقى تتناسب مع الكميه على طول لكن inversely يبقى 1 over 1 over مين؟ بيقول لك مع بعد اي نقطه عن الاوريجن طب انا اتفقت معاك في المساله اللي فاتت بعد اي نقطه عن الاكس اكسس اسمه y وبعدها عن الواي اكسس اسمه اكس طب بعدها عن الاوريجن اسمه ايه بقى يا شباب؟ r r بالظبط هو اسمه r بعد اي نقطه عن الاوريجن r ليه r؟ ان هندسه كده انت بتمشي اكس يمين وبطلع y فادي مثلث اهو فيثاغورس فيبقى الضلع الهايبوتنس او الوتر دوت اكس سكوير زائد واي سكوير تحت الروت فعشان كده انت عارف اكس سكوير زائد واي سكوير بار سكوير يبقى تحت الروت يبقى ار فعشان كده دايما لما يقول لك مع الاورجن يبقى ار يبقى روت تتناسب مع واحد على ار هتشيل عن التناسب وتكتب كي يبقى كي على ار اكتب قانون الماس دبل انتجرال رو دي اريا الرو عند حضرتك كي على ار والدي اريا ار ده ار دي سيتا واعمل انتجريشن هتلاقيه سهل طيب الماس والسنتر اوف ماس يا شباب بص بقى وانت بتحسب الماس والسنتر اوف ماس هنا ركز عشان ما تضيعش على نفسك وقت عشان الامتحان مش هيبقى فيه وقت حد عارف هنا باينه من الشكل هنا السنتر اوف ماس بتاع الشكل دوت مركز السكر هيبقى فين يا شباب؟ يبقى عند الاوريجن اوريجن مين يا عم الحاج ازاي طيب؟ بالله عليك ازاي مركز السكر للصفيحه دي؟ يبقى عند الاوريجن على الواي اكسس الواي اكسس هيبقى شبه الواي اكسس في النص ما مركز السكر هنا في النص في سيمتر هنا يا شباب اليمين قد الشمال عند الواي اكسس فعشان كده هنا مركز السكر هيبقى كام وكام؟ زيرو حاجه ولا حاجه وزيرو؟ زيرو حاجه زيرو حاجه زيرو حاجه ايه بقى الحاجه ديت؟ الحاجه ديت بقى اللي هي مين يا شباب؟ واي بار يعني ايه بقى هندسه؟ يعني انت هنا هتريح دماغك هتريح دماغك وتقول له ديو تو سيمتري اكتب له كده يا شباب ديو تو سيمتري عشان انا لاحظت ان في تماثل الاكس بار ان شاء الله بكام على طول؟ بزيرو ما تحسبهاش لو عايز تحسبها احسبها بس تطلع بزيرو يبقى انت ضيعت على نفسك وقت فكل حضرتك بس هتحسبه لي هو الواي بار قانون الواي بار بيه يا شباب حد يقول كده واحد على مين؟ واحد على الماس دبل انتجريشن الواي الواي في وتشتغل بقى بس تجيب الواي بار الناس فهمت يبقى انت هنا تشتغل بس تجيب مين يا شباب تجيب الواي بار بس وتقول له عشان في سيمتري يبقى الاكس بار بزيرو باشمهندس انا عايز اشوف النص اليمين قد النص الشمال
يا عم مش دي دايره يا دايره بس الله اعلم المس اللي هنا قد المس هنا ولا ولا ليه يا عم مش دايره يا عم الحاج ده بترسم مش الناحيه دي الراديوس ايه والناحيه الثانيه الراديوس نيجاتيف ايه ماشي لا مش ماشي انا يمكن بشتغلك ايش عرفني ها يا جماعه اللي انا بقوله الصح ولا ايه رايكم طبعا انا اي حاجه بقولها صح بس يعني لازم نقتنع مش دي يا جدعان بتبقى سيركل وعشان بس احنا بنرسمها كده كروكي فما تبانش اللي هي متماثله بس هي المفروض انت عارف السيركل لما تتسنتر عن 0 0 يبقى 4 تربع قد بعض ولا ايه فاهم ده كان كويس انا بتكلم المزت نفسه على هنا قد هنا ده قصدي هو التوزيع يعني مش لو هو التوزيع مش منتظم قصدي يعني فهمت قصدك توزيعها مش منتظم بس ايه اللي هيخلي هنا توزيعها مش منتظم هو ممكن عشان يقول ان هو تناسب عكسي مع الار يبقى التوزيع بتاعها منتظم علشان الار منتظمه يعني في كل حته اللي هي الايه صح لا هنا التوزيع منتظم هندسه اصلا مش هيخليها منتظمه الروع هنا عندك زي ما زميلك كده بيقول اي نقطه بعدها الكثافه بتاعتها مع الاورجن يعني اليمين قد الشمال فاهمني بعد يعني بعد اي نقطه هنا في سيمتري النقطه هنا نفس الكثافه هنا النقطه هنا نفس النقطه هنا نفس النقطه هنا فهنا يا شباب هنا في سيمتري زي ما بقول لحضراتك كده ومش شك فساعتها هتقول له ان هنا الاكس بار بزيرو وساعتها الواي بار هي لا تساوي بس ماشي طيب في فكره مساله كده على السريع كده كان برضه عايزين ماس وسنتر اوف ماس يمكن ما اعرفش اشتغلتها في المحاضره ولا ايه كان بيقول لك اللي هي الصفيحه دي بتشغل يا شباب تريانجل مثلث ومديك الفيرتس بتاعته 0 2 1 0 0 0 بترسم المثلث دوت الماس الرو في الدي اريا الدي اريا بقى مين هل هنا ار درجه ثيتا الرو طبعا هيديها لك بقى مباشره وادي لك على حسب ما قلنا في المثال اللي فاتت هنا لا مش ار درجه ثيتا فلما تاخد فيرتيكال او هوريزونتال فيرتيكال هي مين يا شباب يبقى دي وادي اكس الليمتس بتاعت الواي الشريحه من تحت لمسه في الاكس اكسس 0 وفوق لمسه في مين في اللاين هي انا بس الفكره اللي ما كانش مديني معادله اللاين ده ما كانش مديك الهندسه معادله اللاين ده فانت اللاين ده عندك نقطتين عليه اللي هي 1 و0 و0 و2 تعرف تجيب يا شباب معادله اي خط ان تيرمز اوف تو بوينتس بذات نقطتين حد عارف يا شباب؟ سؤال تاني مش هي واي ناقص واي نود على اكس ناقص اكس نود بتساوي اللي هو فرق الواهيات على فرق الاكسات بالظبط زي ما انت بتقول كده واي ناقص واي نود ايكوال ام في اكس ناقص اكس نود مين واي نود واكس نود اي نقطه فيهم بس هي مثلا اخدها دي يبقى واي ناقص 2 واكس ناقص 0 طب الام بجيبه ازاي عشان اللي هو السلوب بالنقطتين بجيب ازاي السلوب بالنقطتين فرق الوايات على فرق الاكسات بالظبط فرق الوايات على فرق الاكسات طيب فتطرح الوايات من بعض يبقى 2 ناقص 0 على 0 ماينس 1 2 ناقص 0 ب 2 0 ماينس 1 بنيجاتيف يبقى نيجاتيف 2 في اكس يبقى نيجاتيف 2 اكس وديت الاثنين دي هناك الناحيه الثانيه هي دي معادله اللاين ماشي فتكتب هنا الواي بقى تتغير لمعادله اللاين ده 2 ناقص 2 اكس الاكس عندك من 0 1 تشتغل عادي. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ بس الفكرة بس هي معادلة البتاع ده وتشتغل. بص بقى في فكرة مسألة برضو بيقول لك يا شباب انك عندك لامنة صفيحة عايز الماس والسنتر اوف ماس والجو بتاع كل مرة. بص
بص يا شباب، بيقول لك الصفيحه ديت تشغل ريجون اللي هي انسايد اكس سكوير زائد واي سكوير واوتسايد اكس سكوير زائد واي سكوير ايكوال 1. ركز معايا واحده واحده، عايز ارسم بس الصفيحه دي. اكس سكوير زائد واي سكوير ايكوال 1 دي معادله ايه يا شباب؟ سيركل ريجون بتاعها ب 1 بس انترا عند الاورجن والريجون بتاعها ب 1. طب اكس سكوير زائد واي سكوير ايكوال 2 اكس يا شباب، حد عارف دي معادله ايه؟ سيركل بس هنعملها كومبليت سكوير. طب برافو عليك، ما حدش يقول سنتر سيركل 0 0 والسنتر بتاعها بروت ريد بتاعها بروت 2 اكس. لا طبعا الميكس ده فاريبل، فتودي يا شباب 2 اكس الناحيه الثانيه وتعمل عمليه اسمها كومبليت سكوير زي ما انا عامل على الشمال كده. فكومبليت سكوير اكس ناقص 1 ريد سكوير وادي الواحد هناك، فديت سيركل السنتر بتاعها هيبقى كام وكام يا شباب؟ ها 1 و0 بالظبط، هيبقى 1 و0 والريدس بكام؟ 1. فالسنتر هنا 1 و0 ادي الواحد اهو والريدس ب1 فارجع تاني للاورجن، فتبقى سيركل مش شايفتها بالشكل ده. فين الاريا بقى هندسه؟ ركز في الكلام بتاعه وهات اول كلمه اوتسايد. الله اكبر الله اكبر، اوتسايد يا شباب السيركل دي يعني بره الدايره اللي هي من السنتر عند الاورجن براها، وجوه الدايره اللي مش شايفتها فهي المنطقه اللي انا عاملها بالليزر ده يا شباب، انا مظبطها بالليزر ده. حد عنده مشكله في الرسمه؟ طب ادي الرسمه. ايه المشكله هتقابلك تاني بقى في الليميتس؟ تعالى كده الماس رو دي اريا، الدي اريا ار دي ار دي سيت عشان عندي سيركل. الرو هيديلك بقى، شوف ما زيدها لك بقى زي ما يديها لك. طيب تاخد شريحه زي ما انا واخدها بالليزر ده يا شباب الطويله دي، شايف الشريحه الطويله دي؟ طيب هل الار هتبدا من الزيرو؟ هل الار هتبدا من الزيرو؟ لا الار هتبدا من الواحد، مش معايا في المساحه الاورجن، مش معايا في الاريا، فعشان كده مش هيبدا من زيرو. امال هيبدا منين يا هندسه؟ من اول ما يدخل في الاريا. اول ما دخل في الاريا كان لامس فاني دايره، الدايره اللي هي مستنطره عند الاورجن اللي الار بتاعتها بكام؟ قلت لك اي دايره مستنطره هي الار بتاعتها هي الراديوس، يعني هي الراديوس بتاعها بواحد، فعشان كده الار هتبدا من واحد تحت. طب لحد فين؟ هتقول يا شونس لحد الدايره الثانيه. هتقول الار بتاعتها بكام يا هندسه؟ في ناس هتقول الار بتاعتها باثنين، هل الكلام ده صح؟ طبعا لا. ليه لا بقى؟ ان يا شباب الدايره دي مش مستنطره، الدايره اللي بره دي مش مستنطره عند الاورجن، فالار بتاعتها مش ثابته، يعني الطول ده مش زي الطول ده مش زي الطول ده. طب امال هجيب الار ازاي يا هندسه؟ هتروح لها على المعادله بتاعتها، هات الدايره دي اهي وحولها لي بولر عشان تعرف. اكس سكوير زائد واي سكوير اشيلها اكتب مكانها ايه؟ ار سكوير زي ما انا كاتب 2 اكس، الاكس اشيلها اكتب مكانها مين يا شباب؟ ار كوزين سيتا، فار مع الار خد بالك ار بتساوي 2 كوزين سيتا، فالدايره دي المعادله بتاعتها اسمها ار ايكوال كوزين 2 كوزين سيتا، فعشان كده هقول من 1 لحد 2 كوزين سيتا. الناس فهمت الار جبتها ازاي؟ الناس فهمت؟ يعني كده يا باشمهندس قصدك لما اكون انا عندي الدايره مش متمركزه حوالين الاورجن اجيبها عن طريق ان انا اعوض يعني بالار اللي هي اشيل يعني الاكس. الدايره مش شفتها يا شباب، الار بتاعتها فاريبل، هتجيبها زي هندسه انك تحول معادله السيركل ديت اللي هي في الاكس واي دي حولها بولو، وعايزك تحفظها بعد كده هندسه. ممكن يديلك بالعكس يعني ما يديلكش اكس سكوير زائد واي سكوير ايكوال 2 اكس، لا يديلك بقى بولر جاهزه هترسمها ازاي؟ يعني مدالك ار 2 كوزين سيتا. طيب ومثلا دي مدالك ار بتساوي 1، ار بتساوي اي رقم لدايره السنتر بتاعها الاورجن والريدس هو الرقم ده. يعني ار بتساوي 1 دايره السنتر بتاعها 0 0 والريدس ب 1. ار ب 4 دايره السنتر بتاعها 0 0 والريدس ب 4. طب ار بتساوي حاجه في كوزين او حاجه في ساين، دي دايره مش شفتها. ركز بقى انا بحفظها ازاي او بحفظها للناس ازاي. لو فيها كوزين يبقى مش شفتها على اكس. طيب يمين او شمال؟ طب يمين لو بوزيتيف، لو ار بتساوي مثلا رقم بوزيتيف كوزين سيتا. طب الرقم ده بقى مهم هندسه، مهم في ايه؟ الرقم اللي جنب الكوزين او الساين ده بيمثل لك الدايمتر مش الراديوس، الدايمتر كله على بعضه. يعني من الاورجين هتقيس 2 اهي للاخر كده. فالدايمتر كله والقطر كله ب 2. طيب اللي فهم يقول لي لو ار بتساوي نيجاتيف 4 كوزين سيتا ترسم ازاي؟ شفتها ناحيه الشمال. تبقى الناحيه الثانيه شايفها على الاكس اكس بس الناحيه الثانيه وتمر بالاورجن برضو
بس الدايمتر بتاعها باربعة. طب لو ار بتساوي 2 ساين سيتا ترسم ازاي؟ ترسم مع الواو كده. الواو اكسس صح، ساين سيتا مع الواو. ترسم لفوق يا شباب، بتمر بالاورجن بس مش شفتها. والدايمتر بتاعها هو الرقم اللي جنب الساين سيتا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب الليمت بقى بتاع السيتا فيه مشكله. هل بقى الليمت بتاع السيتا يبدا من زيرو؟ لا، بص كده، تبدا من الشمال، اخر نقطه في الشمال، وتبدا بقى تلف انت بلو كويس. فمن الشمال عندك الخط اللي هو دوت اللي انا كاتب عليه سيتا واحد، ومن يمين اللي هو سيتا اتنين. ده دي حدود السيتا يا شباب، الليمت بتاعت السيتا. طب اجيبها ازاي يا هندسه؟ الليمت بتاع السيتا دي جايه من تقاطع الدايرتين مع بعض. انت عايز تعرف الليمت بتاع السيتا، تقاطع الدايرتين مع بعض، فتحل الدايرتين مع بعض، ويفضل تحلهم في البولر فورم. يعني الدايره الاولى المعادله بتاعتها بولر فورم اسمها ار بواحد، والمعادله الثانيه الار ب2 كوزين سيتا. حلو مع بعض، اشيل ار واكتب مكانها واحد، يبقى 2 كوزين سيتا ب1 يبقى كوزين سيتا بهاف. اعمل شيفت كوزين على الكالكوليتر هتديك 60، يبقى سيتا بباي على 3. فلو السيتا اللي فوق باي على 3، يبقى اذا السيتا اللي تحت عشان السيمتري بنيجاتيف باي على 3. فعشان كده حدود الاكس هنا او حدود السيتا من نيجاتيف باي على 3 يا شباب لباي على 3. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ تمام يا باشمهندس. طب معلش يا باشمهندس، بس هو كده ممكن انا مثلا اقسمها واخليها لا. من زيرو مثلا لباي على 3 واضرب في 2 بره؟ لا، بص بقى يا شباب، السؤال اللي زميلكم ده كويس. بيقول لي يا باشمهندس انا حاسس اللي فيه سيمتري هنا قد هنا. فبدل ما اقول من سيت باي على 3 باي على 3، اقول من زيرو باي على 3 واضرب في 2. الكلام ده مش بينفع في كل مسائل هندسه. لازم فانكشن اللي جوه تبقى حاجه اسمها ايفن، فانت ما تقعدش بقى توجع دماغك. والله لو ما كانش في فانكشن جوه، يعني لو ما فيش مثلا رو ديت مش بحاجه برقم، كان ممكن تعمل كده. اضرب في 2 واقول من 4 على 2. بس الحقيقه مش كل مسائل بينفع فيها، فعشان كده انت عاملها ان جنرال من سالب 4 على 3 4 على 3. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طب هنا يا شباب سنتر اوف ماس هيبقى موجود فين؟ موجود على الاكس اكسس بالظبط. فعشان كده الواي بار بتاعته كام؟ زيرو. زيرو بالظبط، بتحسب بس الاكس بار. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تفتص من مساله اسمها تشارج يا شباب، اللي هي بتاعت الشحنه مع الدكتور. لا يا باشمهندس. طيب هي موجوده كده هندسه، موجوده في المحاضره الخامسه اللي هي المتسجله اللي الدكتور بعتتها. كانت فيها مساله شارج شحنه. اه طيب هحلها لكم برضه، هي حاجه هبله كده. طب اخر حاجه كانت تقول ابلكيشن يا شباب صح؟ هو كده يا باشمهندس ده اخر حاجه كده في الكويز كده بتاع يوم الخميس. الكويز بتاع الخميس ده هيبقى اخر حاجه يا شباب. بص يا شباب، عشان مثلا مش لاقي المساله، فايه نوقف لحد هنا، المره الجايه نكمل ان شاء الله. زي ما زميلكم قال كده، في ان شاء الله انتوا كلكم عرفتوا ان في كويز يوم الخميس الجاي ان شاء الله. الكويز على الدبل انتجرال، الكويز ده شايف اونلاين وعلى الدبل انتجرال. الدبل هندسه بقول على الدبل انتجرال بس، يعني ولا لحد الدبل انتجرال؟ لا الدبل انتجرال بس. او بص اشوف باشمهندس عمرو كده وايه وبقول له. تمام تمام. هيبقى نفس عدد الاسئله اللي فاتوا كده. والله بقى مش عارف، يعني لسه ما حطيناهوش. ايا كان بقى يا عم، الاسئله اللي هتجيلك تحلها. لا انا بس عشان عدد الاسئله والمده، يعني عايزين نعرف الحاجات دي قبل الامتحان مش اكتر. يعني مثلا لو هو 20 سؤال هتقول لي خلاص يا باشمهندس فضته في ساعه؟ لا هحطه لك برضه في ربع ساعه.
ليه بس كده يا شوانس؟ فاهم الترم يعني اللي حضرتك شايفه هندسه، فانت عامل الاسئله اللي تجيلك حلها، ما لحقتش تحل بعوض في الفاينل، ما لحقتش تعوض في الفاينل بعيد الماده على فكره. لا يا جدعان ان شاء الله بص هتعدوها ان شاء الله، ركزوا بس شويه كده الدنيا تبقى كويسه ان شاء الله في الكويز او الفاينل اكيد يعني ان شاء الله.